الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم عن سكر الحمل والأخطار بتاعت السكر في أثناء فترة الحمل. مريض السكر أو مريضة السكر ممكن إن هي تبقى حامل في أي وقت من الأوقات بشرط انضباط نسبة السكر في الدم. فانضباط نسبة السكر في الدم بتخلي مريضة السكر زيها زي أي واحدة طبيعية جدا، بس احنا بيبقى في بعض الاحتياطات بالنسبة لمريض السكر، مريضة السكر اللي هي بتبقى حامل. أولا لازم نعمل تحليل سكر صايم وفاطر وتراكمي من أول يوم، من أول يوم في الحمل، وكل شهر لغاية اليوم، لغاية الشهر السابع، وبعدين كل أسبوعين لغاية الشهر التاسع، وكل أسبوع لغاية لما تولد. مريضة السكر لازم تاخد، تمشي على الأول على دايت طبعا، اللي هو النظام الغذائي والنظام اللي هو بالسعرات اللي يحدده الطبيب على أساس وزنها. وبعد كده هناخد أول حاجة اللي هو الإنسولين. مفيش أي عقار تاني لعلاج السكر في أثناء فترة الحمل غير الإنسولين. الإنسولين سواء أنواعه اللي هي المسموح بها دوليا هي اللي موجودة، ومش كل أنواع الإنسولين طبعا متاحة بالنسبة لفترة الحمل، إنما بندي الإنسولين، ولكي تكون نسبة السكر في الدم لازم غير النسبة الطبيعية اللي هي بتاعت مريض تاني غير واحدة تانية غير حامل. يعني الصايم لازم ما يزيدش عن 90، الفاطر ما يزيدش عن 120 بعد الفطار بساعتين، والتراكمي، في تراكمي اللي هو مفروض ان هو يبقى 6.5 7 اثناء فترة الحمل. مش لازم اي مريضة سكر تولد سيزيريان، لازم ممكن قوي ممكن انها تولد طبيعي بشرط برضو ان هي تكون سكرها، فترة السكر في اثناء فترة الحمل دي كلها تكون منضبطة. وطبعا لازم المتابعة ما بين طبيب السكر وطبيب النساء، لان في ساعات علامات بتظهر على البيبي اثناء فترة الحمل ويكون السكر منتظم، بتحتاج تدخل طبيب النساء فورا، وبالتالي يبقى لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش ان هو واحد يبقى يعني منفصل عن الثاني. بعد ما بتولد مريضة السكر بنعمل لها تحليل سكر بعد 4 أسابيع لـ6 أسابيع، لان في بعض الاحوال بيحصل ان السكر بيختفي بعد فترة الحمل. السكر ساعات يختفي انما بيرجع يظهر تاني بعد فترة قد تكون مثلا سنة 2 10. المهم ان احنا لازم مريضة السكر اللي كانت حامل وجالها سكر اثناء الحمل دي لازم تتابع مدى الحياة السكر، لان هي عندها استعداد وراثي للسكر وزيادة مقاومة الانسولين. في سؤال تاني بيتطرق دايما بنتسأله في العيادات بتاعتنا، هل العلاقة الزوجية ما بين مريضة السكر وزوجها هل بتختلف عن أي قواعد العادية؟ لا، ما فيش أي اختلاف خالص. مريض السكر بيعتبر زي ما احنا في المؤتمرات الخارجية أو الأبحاث الخارجية بيتقال دلوقتي الشخص الذي معه سكر، ما بيتقالش مريض سكر. لو احنا عملنا انضباط لنسبة السكر في الدم بنبقى بعيد عن أي مضاعفات، ويبقى زيه زي أي واحدة تانية ما عندهاش سكر.